أكد الدكتور ناصر علي قائدي رئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أكد أن مملكة البحرين تحرص على مضاعفة الجهود من أجل زيادة تعزيز القطاع السياحي وإقامة المزيد من المنشآت السياحية النوعية الرامية إلى رفع معدل استقطاب السياح من مختلف دول العالم. جاء ذلك ضمن مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض سوق السفر العالمي 2023 الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من السادس إلى الثامن من شهر نوفمبر الجاري. المزيد في سياق تقرير مراسلنا في لندن. لليوم الثاني على التوالي تتألق مملكة البحرين بعرض منتجاتها السياحية المميزة في معرض السفر العالمي المقام بالعاصمة البريطانية لندن. السلطات السياحية البحرينية تشارك بفعالية في معرض السفر العالمي في لندن هذا العام. نحرص على المشاركة في الفعاليات الدولية لعرض الإمكانات السياحية المميزة لمملكة البحرين، ونشارك بوفود صناعة السياحة من القطاعين العام والخاص للترويج للإمكانات السياحية الهائلة بالمملكة. في الجناح البحريني واصلت الجهات والشركات السياحية المشاركة عرض منتجاتها السياحية المميزة وسط إقبال جماهيري كبير يعكس حفاوة واهتمام السائح الأوروبي بالمعالم السياحية لمملكة البحرين. مشاركتنا جيدة في معرض السفر العالمي، ذلك الحدث الدولي الهام حيث يتواجد العديد من صناع السياحة حول العالم. أنا سعيد بالتعاون مع السلطات البحرينية لتنشيط السياحة. نحن نسير معا بشكل جيد من عام إلى عام. السياحة تتطور بشكل كبير حول العالم، ونريد أن نواكب هذا أيضا كما نفعل دائما في البحرين. وفيما يتوافد الزوار على الجناح البحريني، يحرص المنظمون على تقديم المشروبات والهدايا ما يعكس كرم الضيافة وتشجيع رواد المعرض على زيارة المملكة. هاي السنة مشاركتنا بـ WTM لندن مشاركة جدا جميلة، بتمثل جميع بتجمع جميع الكي ستيك هولدرز في البحرين من مكاتب سياحية، من فنادق، غلف اير. والإضافة الجميلة هذه السنة إنه في عندنا سيارة من سيارة F1 بتمثل حلبة البحرين. اللي بيخلي الستاند مميز هاي السنة في لمسات جميلة من ثقافة البحرين، صنع السلال، صنع السفن البحرية، الحنة على الإيدين، الضيافة العربية البحرينية، هذه كلها عملت إضافة جدا جميلة على مشاركتنا هذه السنة في WTM لندن. يتوافد رواد معرض السفر العالمي بشكل كثيف على الجناح البحريني فيما يعرض المشاركون البحرينيون منتجاتهم السياحية المميزة، ما يجعل المملكة قبلة للسائحين. محسن حسني، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.